الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا في رحاب الأكابر نلتقط لكم من جميل عباراتهم ومن بديع إشاراتهم. وجوهرة اليوم للعارف بالله الإمام الكبير والولي الشهير سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقول: من أحب الظهور فهو عبد الظهور، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن كان لله عبدا فسواء عليه أظهره أم أخفاه.